الخير عليكم، سعيدة بلقائكم في هذا العدد الجديد من حصتكم ذوقوا مكلتنا. مازلنا نجولوا بأطباقنا وندوقوها لشخصيات معروفة وحتى الموهوبة، واليوم رانا مع ضيف اليوم اللي هو شخصية موهوبة يعشق التمثيل ويحب الأدوار الفكاهية وخاصة مقالب الكاميرا الخفية اللي طلتوا علينا كانت في شهر العظيم. وبدون إطالة نرحبوا ويرحب بنا عبد الرحمن. مرحبا بك. مرحبا بك الأخت نوال، ومرحبا بالشروق تي في. مرحبا بكم عندي في الدار. كان لي شرف كبير لي نستقبل قناة شروق تي في ونستقبلكم أنتم مع العائلة تاعي. الله يبارك. العائلة تاعي منها عمي الكبير، الحاجة تاعنا، بابا، بنت عمي، مرت عمي، هذه أختي صغيرة، هذه كيف كيف، خير الدين عمي، شهناز بنت عمي، وهذه الأم تاعي، وعندي إن دوزيام مرت عمي كيف كيف. أنا كي نقول يما الناس يحيروا وراه شكون هذه ولا هذه. الله يبارك، راك محدود عبد الرحمن. الله يسلمك. أني نشوف العائلة الله يبارك كبيرة. الله يبارك فيك. ربي دايما إن شاء الله يخليكم المؤمنين وجملتكم دايما دايما إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك الصحة عبد الرحمن على حسن ضيافتك لينا. الله يسلمك الأخت نوال. ودو كيما نقولوا الأخت نوال العائلة كبيرة، وأنا ماذا بيا ماني هي اللي ترحب بكم. الله يبارك. مرحبا بك أخت نوال. وبيك. بك شرفتينا. مرحبا بالشروق تي في. مرحبا بكم. يعطيك الصحة، احنا اللي مشرفين بوجودنا معاكم اليوم. يعطيك الصحة الحاجة، وإن شاء الله ربي يطول عمرك. أنا شرفتونا، مرحبا بكم عندنا. يعطيك الصحة. ودوك كما على بالكم وعلى باله عبد الرحمن اللي جينا اليوم سبيسيالمون ليه باش ندوقوه ماكلتنا. وكما جيتوني وشرفتوني، عندي سيربريز كبيرة لكم وحاجة نفتخروا بها في البلاد الجزائر هذه. مالا هاد لا سوربريز مادا بيا نشوفوها. السوربريز هادي تصيبيها في المطبخ. اما لكاش بلا؟ اون سوربريز ما نقدرش نقول لك واش. خلاص مالا كيما راكو تشوفوا سيت اون سوربريز، ما علينا غير نروحوا معاه لا كويزين نشوفوا لي بلا اللي راح نحضروهم ونزيدوا لا سوربريز تاع عبد الرحمن. اروحوا معنا. رانا في المطبخ مع عبد الرحمن واللي راح ان شاء الله يخلينا اليوم نكتشفوا المفاجاه اللي كان يحكي عليها واللي هي عبد الرحمن. المفاجاه اللي قلت لك عليها الاخت نوال هي صديقي اللي راه حاضر معايا اليوم. المفاجاه هذه اللي ادى الدور الرئيسي تاع انسان نفتخروا به، احمد زبانة معنا، عماد بن شني. الله يبارك. مرحبا بكم. الله يسلمك وبيك، وحاجه تشرف لي رانا معاك اليوم. ما راني فرحان بزاف لي راني هنا مع عبدو معكم نتوما هنا، ومرحبا بكم. وحسب شوفه عبد الرحمن يحبك بزاف، لو فات اللي يحب يقسم معاك لو بلا اللي راح نديروه اليوم. حتى انا نحبه بزاف، حتى انا نعزو. مالا ما نطولش عليكم، ماكوش مقلقين تشوفوا واش راح نحضروا اليوم؟ سي انا مقلق واحد من الناس، راني جيعان شويه. هو رجع. مالا واش راح نديروا اليوم؟ راح نديروا ان بلا اللي راح يكون في الفوغ. هاد لو بلا واسمو بلا ان غراتان دو برينتون. ما يخفاش عليكم ربيع سخانه بدات، نحبوا لي بلا يكونوا خفاف. صح، الماكلة تكون خفيفة. تكون خفيفة يا با ميو، المراقي هذوك ملاح بزاف سورتو في الشتاء. الشتاء. دوك يبدا يسخن الحال، ماذا بينا نديرو حاجة خفيفة. واليوم حبينا أن بلا اللي راح يكون إيكيليبغي، فيه لا فيوند، فيه كيما راك تشوف لي ليغوم إي تو، وحاجة خفيفة يعني وحتى ما تاخذش وقت بزاف. هاد لو بلا اللي اسمو غراتان دو برينتون، يعني ربيع. تاع ربيع. فيه 250 تاع لفت و 250 تاع زروديا، مقطعين دي بتي مورسو، غليناهم ولا فورناهم، شويه ملح فلفل الكحل، على فا ندوزوهم شويه تاع زبده. فوالا هادو ما كامل دوكا لي ليغوم تاعنا، بعد ما نقيناهم قطعناهم غليناهم ولا نفوروهم، ملح فلفل الكحل، ومع ذاك بيان سور كنصفيهم شويه زبده. سي بون، يعطيك الصحة. عندنا لا ميم شوز درناها الجلبانة 250 غرام، نغليوها ولا نفوروها شوية ملح، ومن بعدك نجوزوها أبن في الزبدة، أبن يعني شوية زبدة وواحد 2-3 مينوت في المقلة. لا فيون داشي 250 غرام،
فوالا 250 نقليوها كاناتيك بشويه زيت ولا زبده ملح ملح فلفل كحل بصل على فا نزولها شويه معدنوس واحد ثلاث مغارف تاع معدنوس هاي باينه انا باسكو تلف اللي بين المعدنوس والحشيش والحشيش الحشيش نديرو به الشوربه والمعدنوس معدنوس هي اللي طيب نطيبو بها ميم طون ما فيهاش ريحه بصح الحشيش فيه ريحه ونعطيك كاناتيك اون ايدي باش تلقى الحشيش دائما يكون معاه نعناع لا بلوبار دو طون كي تشوف ربطه تاع المعدنوس ولا تاع الحشيش الحشيش فيها شويه تاع نعناع شويه نعناع يعطيك الصحه الله يسلمك عبد الرحمن ونزيدو نكملو لا سويت واش عندنا عندنا البيض ربع حبات فروماج واحد 50 غرام ديفيزيناهم اون دو باسكو كاين اون كونتيتي 50 غرام هنا و 50 غرام هنا كاين اون كونتيتي راح تكون في لو ميلونج اللي راح دوك نخلطوه وكاين الاخرى اللي راح نديروها من الفوق سكي في حنا اون بارتاجي 100 غرام اون دو عندنا لا شابلور شابلور سواء نشروها سواء خبز نحمروه ونرحوه نسكر في جو فوالا نسكر في جو ولا باغ اكزومبل روبو كيما حبينا عندنا هنايا كيما راك تشوف الملح والفلفل الكحل ما نديروش باسكو كل ليغوم تاعنا مع لا بيوند درنا لهم الملح والفلفل الكحل صافي اليوم حنستغناو عليهم ميم حتى لو بلاطو تاعنا ما ندهنوش بالزبده باسكو هادوما دهناهم ديجا ديجا بالزبده وهاد لي زانغريديون كي درنا عليهم لازم لنا معاهم البطاطا كيلو تاع لي بون دو تير نقشروهم نغليوهم بيان سور نرحيوهم تولي لا بيوري يعطيك الصحه اللي تحبها بزاف سيغمون ملح وفلفل كحل كاناتيك الوغ نبداو حاجه الاولى يزيد فضلك عندنا لا كونتيتي تاع لي بون دو تير اللي مرحيين رحيناهم نقسموها اون دو فوالا نقسموها اون دو فوالا ملعقة واش قعد لنا حنخلطو كلش معاه الجلبانه لا فيوند هنا كيما راكو تشوفوا كلش راه طايب يعطيك الصحه لي ليغوم اللي درناهم حتى واحد باغ اكزومبل يحب لي كورجيت القرعه يقدر يزيدها كاع يزيد يقطعها يزيد يقطعها يزيد يديرها شي عماد بدا يجوع هنايا واش راح نزيدو لا كونتيتي تاع الفرماج ونص لا كونتيتي تاع اللي هضرنا عليها تاع البيض قلنا ربع حبات حنستعملو زوج هنا وزوج نخليهم مع لي بون دو تير حنا هنا نديرو البيض باش ومع داك لو غراتان تاعنا نقدروا نقسموه كي نقسموه نتحكموا فيه راح يلم لنا كامل لو ميلونج Ça sent très bon déjà. بلما طيبين ديجا سا سون تري بون. باسكو قريب كلش راهو طايب. على بها ريحتهم. انا ديجا راني نحس في روحي راني ناكل. عبد الرحمن انا اونتر تو راني نخلط مادا بيا نعرف الدور تاعك في مقالب الكاميرا المخفيه. كيفاش كانت التجربه تاعك حبيتها ولا؟ تجربه بون انا كممثل نداني مراد خان او غني اعترف. قال لي نعملو كاميرا مخفيه تعملها معايا منا قال لي شرف عملت معاك كاميرا مخفيه والكاميرا في مخفيه فيها صعوبات كاين وين تدي الضرب كاين وين تهربي كاين بزاف وانت واش درت عبد الرحمن اللي درتهم كامل انا اديت عده ادوار في الكاميرا مخفيه كاين وين لعبت واحد من رجال الامن وكاين وين لعبت كما كنا نجيبو دي جات ستار نديرو لهم بياج دون زون ايميسيون نجيبوهم يقعدوا معنا ومن بعد نبدا نبروفوكي فيه الانسان هذاك ميم يكون غني على التعريف نبدا نقول له انا ما نعرفكش هذا كيفاش وكاين عده ادوار كاين وين يكون زعما عندي زوجه كبيره عليا ب 35 سنه والسيد هذاك يقعد داهش ومن بعد كيبدا يضحك نقول له علاش راك تضحك عليا علاش راك تضحك لي على مرتي لو بوت تاعكم يعني دائما انا نقول الكاميرا كاشي يعني واحد يكون بيان سور موهوب في التمثيل حاجه الاولى سي حاجه اللي لازم تكون في لا بيرسون سينو ما يقدرش يأديها لكن شي صعيب انك كي تلعب دور في فيلم تعرف بدايه تاعو تعرف النهايه تاعو لكن الكاميرا كاشي تعرف البدايه بصح النهايه ما تعرفش النهايه ما تعرفيهاش والله وحبيت الدور تاعك وروحك في الكاميرا كاشي على حسب ما قالت على الجمهور عجبهم بالحال وعجبتهم الكاميرا المخفيه والفضل هذا كله يرجع لقناه شروق تي في
اللي عطاونا حظ وعملنا الكاميرا المخفية هذه. احنا تاني نشكرهم لان شروق تي في دائما ابوابها مفتوحه لكل المواهب ولكل الطاقات يعني، وهذا الشيء يشرفنا ويخلي طاقات اخرى اللي مخبيه تزيد تبان. صحيح. من نولو لو بلاتانا بعد ما خلطنا كامل لي ليغوم مع لا فيوندا شي مع البطاطا هنايا، واش راح نديرو؟ كلش في لو بلا اغراتان اللي يدخل الفوخ. فوالا هنا حتى واحد دوكا ما يحبش الخضره راح ياكلها. باسكو كيطيب تولي بنينه، تولي بنينه اون بلوس هي مخلطه بلا فيوند هاشي البطاطا يعني كامل. واحد لي كان تغمد الواحد يعني ما يحبش الخضره راح ياكلها ما يحبش كي يشم ريحه الفرماج ياكل فيوند هاشي. شكرا فيوند هاشي. هنا كامل اللي سيوها حتى تولي نيفو. واش راح نزيدو؟ نزيدو البطاطا. يعطيك الصحة. نزيدو لها لا كونتيتي اللي هضرنا عليها تاع البيض، جوج حبيبات بيض، جوج حبات اللي قاعدو. نخلطو كلش. حسب شوف راك معايا عبد الرحمن. راني مكونسونطري باسكو بديت نجوع. هو عماد راني متبع من الديبي ديجا راني نديرها من بعد وحدي. انا عبد عاودو طيبوا. واش تحب تاكل عماد؟ واش تحب ناكل؟ انا ما نكذبش عليك جادور لي غراتان نحبهم بزاف بصح ما نعرفش نطيب ابار فريت اومليت وفي الشكل. انا بغيت ندير واحد العفسه نخلط طوماطيش فلفل حتى ما يتنقلاو حتى يتحرقوا. ما عرفتش شنو ياكلهم كي يتحرقوا. هو نرميها وبعد المقله هذيك تروح والماكله هذيك تروح. انت واش حد يحدي لافيسيل واش حد الماكله؟ يعطيك الصحة. عماد احنا عرفنا تجربة تاع عبد الرحمن وكيفاش بدا بيان سيغ، وانت التجربة تاعك باش اديت الدور تاع احمد زبانة. بون ما نكذبش عليك انا ما كارير الاولى كاع ما بديتش بالسينما، انا بديت المسرح وقبل المسرح بديت بالاندلس. قبل بالاندلس ثاني كانت عندي تجربات اخرى. صافي عندك اون بيل فوا. اون فادير شويه شويه بندر قاعده كنت صغير بندر قاعده قلنا قاعده سبيسيال. دونك فوالا اسمها بديت بالاندلس على 10 سنين. من بعد درت المسرح، مسرح الموجب مستر غانم. من بعد المسرح اون ما روبيري مسيو سعيد ولد خليفه روبيراني باش ندير الدور الاول في فيلم احمد زبانه الشهيد الله يرحمه. او فوالا لا سورتي وخرج فيلم في لي سال دو سينما قريب ان شاء الله في التلفزيون. درنا دي فيستيفال بارتو دون الموند زعما اوني فيير دو سا. ابري كانت عندي اكسبيرينس اخرى مع مسيو احمد راشدي لو غون. كان عندي دور رابح بيطات فيلم تاع كريم القاسم اللي هو ثاني دور مهم بزاف. و ابري ميتنون عندي دوتر بروجي ان شاء الله موريس اود ان شاء الله ميم في التلفزيون ان شاء الله ثاني عندي دوتر بروجي. دونك فوالا ابري هكا ما شاء الله اختصار لي. صح علاش هاد لي رول تاع مجاهدين كبار معروفين وعندهم تاريخ يعني، وعلاش انت اللي رانا نشوفو انا نشوفو فيهم كامل يعني سي لو توازيام رول ان شاء الله حتاديه بيك نتايا بعماد؟ بون هي لوجيكمون سي الذكرى 50 للاستقلال تسمى راه كاين بلوس دو بروجي وهاد لي بروجي كامل راهم في السينما سورتو راهم على المجاهدين وعلى الشهداء. دونك سو كيفي انا من كان عندي دور في احمد زبانه سما اوتوماتيكمون اون ما روبيري مخرجين ثاني يخدموا الافلام تاع الثوره سيرتو. دونك لا دوزيام اكسبيرونس كانت مع احمد راشدي. جو بونس كو سي هاد لوكازون تاع 50 انيفرسير هو اللي بوسا باش يكونوا بلوس دو برودكسيون في جو دير سوجي توجور في الثوره والمجاهدين. والاختيار تاعك واختيار تاعهم ليك نتايا اكيد كان بعد نجاح الدور تاعك الاولاني اللي خلاهم يشوفوا فيك ادوار واحده اخرى. جو بونس كو سي سا نظن. وحتى عندنا فيلم دوكيومنتير ان شاء الله على حياه موريس اودان ان شاء الله قريب. ومام تاني جي بريتي ما فوا لفيلم دوكيومنتير اخر على الامير عبد القادر الثاني اللي هو غني عن التعريف الناس كانت تعرفه وقبل الجزائر كما يقول لك. دونك فوالا سما راني مكمل في هذا الكرينو ان شاء الله. مي ان شاء الله في التلفزيون عندي نوتر اكسبيريونس حاجه بري مودرن ان شاء الله. ماشي شرف نشوفوا مواهب شابه كيما نتوما اللي راهي على الطريق ونتفائلوا بكم خير ان شاء الله. ان شاء الله للسينما للتاريخ تاعنا انه الناس قاعد تشوفوا وزيد تعرفوا باسكو هذا الشيء حنايا يخصنا. سي تري تري امبورتون سورتو بور لا جونيس. نعرفوا برك لو فيلم تاعنا لا باتاي دالجي اللي نعرفوها بوكو بلوس. فوالا نعرفوا لكن التاريخ تاع المجاهدين اللي داروا لا باتاي دالجي حنايا رانا شويه. سي تري امبورتون كو سورتو لا جونيس اللي مازال لازم يعرفوا شكون المجاهدين شكون اللي جابوا البلاد هذو شكون اللي حرروا البلاد. سي تري امبورتون سي تري غراف
aussi que un jeune ne يعرفش التاريخ تاعو. يعرفش التاريخ. C'est هذه لا باز je veux dire تاع un peuple من ماشي ينجح لازم يكون يعرف التاريخ تاعو. مش pour mieux avancer le futur. Bien sûr. Donc c'est important. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. نعاودوا نولوا نسيتني كامل في البلا تاعي. هنايا واش عندنا دوكا بعد ما درنا هذيك البطاطا اللي بيان سور رحيناها مع البيض راح نديروها كامل من الفوق. يعطيك الصحة. كامل من الفوق نعود نغطو كامل لي ليغوم تاعنا. حتى يولو ما يبانوش. هلا ومن الفوق واش راح نزيدو نستعملو؟ واش قعدنا فرماج اي شابلور بيان سور. تسمع دي يقدر واحد كي يدير انيفرسير يدير لها شمع من جوز نورمال جوز بيان سور كلشي جوز مع عبد الرحمن جوز مع عبد الرحمن كلشي جوز لا تعيد لا تعيد مليح. نكملو كامل لا كونتيتي تاع لا شابلور وراح نزيدو فوقها فرماج اللي ما يحبوش عبد الرحمن. تما كان يديروا فيلم على سوري راني تم على بالي بلي تحب الفخوماج على بالي خليت درت في لافارس ودرت من الفوق. يعني ما كانش ما يحبش الفخوماج. اه وي سورتو في لي غراتان. فوالا لو غراتان تاعنا راه هو في لي غراتان نورمالمون لازم يكون الفخوماج. يعطيك الصحه. فوالا كي يكون لو غراتان دائما نشوفوا الفخوماج راه معاه ولا حاجه اللوبله اللي نحوشوها سي بيان الفخوماج. اه وي دوك هنايا كملنا ما عليه غير يدخل الفوغ اون بري شوف بدا من الفوغ تاعنا من قبل يقعد واحد ربع ساعه 20 مينوت ماكسيموم لو فات برك يشد روحو باسكو كلش راهو طايب. ونروحو لو ديسير اللي بعد نتايا ما قلت لنا عندي سوربريز باش نكتشفوا عماد. انا تاني نقول لك لو ديسير راح يكون سوربريز حتكتشفوه معنا ابري هاد لو بلان. يا دراو شنو هاد لا سوربريز قدروا تريحوا معنا وما تبعدوش وما تزابيوش تبعوا معنا تشوفونا اول واش راح تجربنا. كما قلنا لكم لا سيربريز خليونا اول تقولها لكم. وهاد لا سيربريز اللي دوكا ما بقعدتش سوربريز باسكو حنكشفوا عليها اللي هي ان ديسير راح نديروه بلا نوا كوكو بيان سور لي بانان. هاد لو ديسير راح يكون فيه شوكولا بلس اون كريم اللي حتكون بلي زورونج ولا نقدروا نعوضوا لي زورونج بحاجه واحده اخرى جو دي سيترون ولا مانغ ولا واش نحبوا هنايا. الوغ واش عندنا دوكا؟ عندنا هنايا 200 غرام تاع لا نوا كوكو، عندنا كاس حليب، ثلاثة حبات تاع بنان، هنايا 200-150 تاع جو دو فروي لي فروي لي نحبوهم حنايا نقدروا نستعملوهم، عندنا دو جون مع دو بلون، وعندنا 100 غرام تاع دو سو كريستاليزي ونقدروا بيان سور نقصوا ولا نزيدوا سا ديبون كل واحد كيفاش يحب حاجه حلوه ولا à la fin bien sûr نزيدو شوكولات اون تابلات دو شوكولا ولا دو تابلات دو شوكولا. حنا واش نحبو لا غوم تاع شوكولا يكون بزاف ولا شويه شوكولا نوار ولا شوكولا دو بريفيرون شوكولا نوار سي لا ميور لي كاينه بور لو مومون. دوك هاد لو ديسير باش نبداو نبداو بلي بانان تاعنا ها نزيدو لهم نزيدو لهم صفا البيض نزيدو لهم جو هنا ونرحيو كلش. هنايا بعد ما هذاك البنان كامل رحيناه ولا ما يبانش نديرو كلش دون اون كاسول ونحركو عليها فوق النار لا تسخن نديرو لها اون تابلات ولا دو تاع الشوكولا
حنا واش حبينا. هنا عبد الرحمن دوكا لازم فوق النار ونحركو عليه حتى نشوفوه بدا يسخن. كي يسخن واش حنزيدو له؟ نزيدو له اون تابليت ولا دو تاع الشوكولا. حنا واش حبينا؟ تحب شوكولا بزاف نديرو دو تابليت، تحب وحده حاجه خفيفه بيان سو ما تحبهاش بزاف نديرو وحده، ولا يحب بزاف يدير كرتون. فوالا هي اون تابليت فيها 100 غرام، اون تابليت دو شوكولا فيها 100 غرام، يعني انت واش حب 200 خلاص. زوج تابليطات داكوغ، ملا عليك ديرها فوق النار تسخن شويه ودير الشوكولا هذيك. كاين اون كونتيتي تاع الشوكولا دبر راسك حتى كيما حبيت. عماد لو فات لي راهو يبريباري لا بروميير كريم، حنايا نديرو لا دوزيام. لا دوزيام واش فيها؟ فيها لا نوا دو كوكو. فيها لو سوكر. فيها البيض، نزيدو كاس تاع حليب. هنايا هاد لو ميلونج كامل قانا يروح فوق النار، نحركو عليه حتى كي قريب يعقد. اون في اتونسيون لازم نار قليله ونقعدو نحركو باسكو هذاك فيه الصفار وهذا فيه البياض، يعني يمكن تكون نار قويه ولا ماناش نحركو ولا سخانه سخن بلوس كيلفو راح نطيبو هذاك البيض كي هنا كي لهي. وهنايا على فا نقدروا سواء نديروا لافاني ولا لو زيست تاع لي زورونج ولا با اكزومبل او سيترون ولا واش حبينا حنا كون فروي اللي نستعملوه العصير لهيها اي لو زيست. هنايا كيما نقدروا نستغناو عليه نديروا غير لافاني. فوالا عماد خلطنا كلش دوكا نحطوه فوق النار. عماد لو طون اللي كمل عبد الرحمن حابة نعرف لو رول اللي راك تتمنى ان شاء الله تلعبو مستقبلا. انا ما نكذبش عليك، انا في لي بيرسوناج هنايا ناسيونال اون فادير الوطنيه ماذا بيا زعما سي ان غاف اون فادير سي تمثيل الامير عبد القادر. انا درت ديجا اون اكسبيريونس تيت لا فوا تاعي الامير عبد القادر في ان فيلم دوكيومونتير، مي نتمنى نجسد الشخصيه بروحها. وفي الانترناسيونال انا الشخصيه اللي زعما تاثر عليا بزاف اللي نحبها بزاف سي شي كيفارا. Et je sais que chez Kefara, je suis on va dire, respecté partout dans le monde. Donc, pour moi, c'est un rêve de les faire. Ou je ne pense pas que c'est un rêve inaccessible, mais je pense que c'est possible. Ou on verra bien avec le futur, Inch'Allah. Inch'Allah. Imad, Houa, dès la première crème, c'est bon. هاي قريب توجد دوك نتايا ما عليك. تاع بنينه يعطيك الصحه يعطيك الصحه. الوغ لا ميم شوز فوق النار، نار قليله نحركوا عليها بيان سور لازم نقعدوا قدامها سينو حتحرق. كي نخرجوها نديروا لها لو زيس دورونج. كيما راكم تشوفوا لي دو كريم راهم فوق النار قريب يوجدوا، اقعدوا معنا باش تشوفوا لو مونتاج. يعطيك الصحة عبد الرحمن، يعطيك الصحة عماد. لو ديسير راكو درتوه وانا عليا ندير لو مونتاج. بريباريت وحده خليتها تبرد باش نديرو لا ديكوراسيون مع الاخر بها، ودوكا نعمر هادوما. دوك حنا او شوا نحبو الشوكولا ولا لا كريم اللي درناها بزورونج نديروها من الفوق، ولا نحبو نديرو كوش بكوش كيما حبينا. سي بيان سور نتوما وتحبو ليماجيناسيون تاعكم ولا حاجة. الاولى نبداو بسم الله. Et de préférence, je vais mettre la deuxième couche. Je vais mettre la deuxième couche. Je vais mettre la deuxième couche. الشوكولاته تحب بزاف تشينا ريحتها ولاغوم تاعها. حبيت شيكولا. تحب شيكولا؟ واش قالت لك عبد الرحمن؟ قالت لي نحب شيكولا. يا خلاص سلامات مالها. والبنان تحبوا؟ باسكو تستعمل البنان. شكرا لك. فوالا
نزيدو شوكولا كامل بالفوق. فوالا هذه بعد ما بردت دوك هادوما نخليهم حتى يبردوا كيما هذا، خليناه يبرد ومع داك لا ديكوراسيون تاعنا اللي راح تكون من الفوق بلا شانتيي. شنو هذا؟ هذه شغل مغرفه مدوره. فوالا باسكو الربيع وسخانه. وي روحوا للبحر دايرك. يعطيك الصحه. فوالا دوك نصبروا يبردوا ونخرجوهم نديرولهم لا شونتيي لا ديكوراسيون او شوا. يعطيكم الصحه بور لو ديسير. الله يسلمك. انا عجبني يا ماما، انا عجبني بزاف. لازم ندوقوه دوكا. لازم ندوقوه مالا خلاص. واش عندنا دوكا؟ لو غراتان راهو واجد، لو ديسير لا ميم شوز. حبك نسيتو كاع الكراتان؟ نسيتو او تنحرق واقع؟ لا لا ما نحرقش ما تخافش. كنت نعس فيه. عبد الرحمن عماد اللي راهم يشاهدوا اليوم الحصه، ما عليكم غير تلحقوا معنا لا تاب تشوفوا كل شيء واجد. اي بيان سور عندنا اون كروند اون بيل سوربريز معنا. بقاو معنا. كيما راكم تشوفوا شروق تي في جيتوني للدار، مرحبا بكم. والان رايحين نحتفلوا الاوكازيون بلانيفرسير تاع ماني الحاجه الكبيره تاعنا، نحتفلوا انصومبل بلانيفرسير تاعها. نغنيو لك الحاجه. جوايوز انيفرسير، جوايوز انيفرسير، جوايوز انيفرسير ماني، جوايوز انيفرسير. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل مانو، سنة حلوة يا جميل. كما راكم تشوفوا اليوم مناسبتنا مناسبة سعيدة وكبيرة اللي احنا يا رانا ماناش حابين نخرجوا منها. 81 سنة للحاجة اللي ان شاء الله ربي يطول عمرها. والشروق تي في دائما حاضرة في المناسبات السعيدة كما هذه المناسبة هذه، وان شاء الله يا ربي طول عمر الحاجة وكل عام وانت بخير. الله يسلمك. الله يسلمك. نعاونك الحاجة. الله يسلمك. الله يسلمك. يعطيكم الصحة في حياتكم كامل إن شاء الله، في حياة وليداتي ولادكم أنتم ولادي راكم ولادي. يسلمكم فرحتوني فرحكم إن شاء الله. الله يسلمك ويطول عمرك. الصحة لعمرك يعيشك. الحمد لله يا ملي دير كي فرحتوني شاركتوني في لانيفيرسير ديالي. مرحبا بكم. الله يسلمكم. واني فرحانه بوليداتي كامل، وزاد عندي مزيود وليد لبنى بنتي محمد رايان. بعد الجو العائلي والامبيونس اللي درناها في لانيفيرسير تاع الحاجه، دوك نروحوا لخويا عبد الرحمن وعماد ونقول لكم يعطيكم الصحه. كانت قاعده حلوه وظريفه معكم، ان شاء الله انتم لا ميم شوز من جهتكم. الله يسلمك. وحصه دوق ماكلتنا بعد ما كنا في لاكويزين وكنتوا معايا، حضرتوا معايا الاطباق التاليه اللي هو غراتان برينتون اللي كان فيه لي ليغوم بلس لا فيوند هاشي اي تو، وعندنا لو ديسير اللي درناه بلي زورونج لا نوا دو كوكو مع الشوكولا. قريب حرقته يعني سلامات، ماشي حاجه كبيره. ان شاء الله الاطباق تاعنا مع العائله تاعك يكونوا عجبوهم وعجبوكم ان شاء الله. الله يسلمك. يعطيكم الصحه انتم على حسن ضيافتكم، ونقول لكم وما نطولش عليكم دوقوا ماكلتنا بالصحه والهنا. يعطيكم الصحه.
أكلتنا شاركتوا معنا نهنوكم ونشكركم ويلس حقيتونا في شروق تي في حنا رانا يا رب الدنيا بيتيز باش تطفى ما حرقش الماء حقيقي تحرق تحرق هذيك الاخرى تحرق هذيك طيابي طيابي انا خلاص انت شوفك هكا شاد الكلاش تاعو هذا كان مع بابا سيدو في القيرة بكري هذا هو زبانا قالت لكم نوال سقسي وحباتشينا قولوا لها اذا تحبيش يكونها هي قالتها كما راكم تشوفوا رانا في المطبخ ومع عبد الرحمن ودوك راح نكتشفوا معكم لا سوربريز اللي كان يقول عليها واللي هي معنا عبدو اهو غني على التعريف لي قلت لك انا نغلط عبدو هو عبدو شنو يدير قالت لي تحبش يكون سيلونس سيفو بلي سكات سكوتشيون ذوقوا ماكلتنا عرس